اهلا بيكم من جديد وحديث القاهره. القصص الانسانيه بنقف قدامها كتير لما يكون حد من ولادنا شبابنا اللي زي الورد بيمر بازمه نفسيه ويتحول الامر لانه يتخلى تماما عن كل احلامه ومستقبله ويقبل على انه ينهي حياته نتيجه ازماته في الشغل الخاص، احساسه بالظلم، احساسه بانه مش قادر ياخد حقه ومهدد طول الوقت. اعتقد الموضوع يعني شغلكم كلكم زي ما هو باين على السوشيال ميديا. اللي ورا الموضوع طبعا، واحنا بنعزي اهل الشخص اللي اقدم على الانتحار وبنتمنى ان احنا ما نشوفش الصوره دي تاني في مجتمعاتنا كلها، بنقول الموضوع ده هيفتح لنا الملف الكبير اللي محتاجين نحط فيه النقط على الحروف، لان في مآسي كتير جدا بتحصل داخل القطاع الخاص. الازمه فين؟ حقوق الموظفين في القطاع الخاص ايه هي، وازاي ممكن يوصل لحقوقه دي كحقوق، وواجباته ايه على القطاع الخاص، وازاي ممكن المنظومه دي كلها تتظبط بحيث ان احنا نطلع بمنتجات كويسه بلا ضرر ولا ضرار. بنقضي اكتر من نص عمرنا في الشغل مع الناس اللي بنشتغل معاهم. الاسئله اللي هنقدمها النهارده اسئله تهمنا كلنا، الكل عاملين في القطاع الخاص او حتى كل الناس اللي بتتابعنا عشان تفهم اكتر في الملف ده. ضيوفنا الكرام اللي بيشاركونا في استوديو الهوا النهارده معانا ومنورنا سياده النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنه القوى العامله بمجلس النواب، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا يا فندم. ومعانا الاستاذ مصطفى الصبطي الخبير القانوني، اهلا بحضرتك معانا استاذ مصطفى. ومعانا طبعا الاستاذ شعبان خليفه رئيس نقابه العاملين بالقطاع الخاص، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بيكم، منورنا. الله يخليك، خير بيك. سياده النائب، حضرتك مخضرم وقديم في البرلمان المصري وفي لجنه القوى العامله، اكيد بترصدوا مشكلات القطاع الخاص والعاملين في القطاع الخاص. اكيد. ما هي ابرز المشكلات؟ يعني إذا كانت هناك مشكلة ليس لدينا يقين بتفاصيلها بالكامل، ولكنها تعطي مؤشر وقرنا صرخات كتير في قضايا كتيرة جدا حول المعاناة اللي بيعانيها الموظف في القطاع الخاص. فهل يمكن أن نتلمس مع حضرتك بعض المشكلات اللي بتواجه الناس في القطاع الخاص؟ بشكركم جدا الحقيقة، وحضرتك يعني بتفتح ملف مهم جدا في ظل مرحلة يعني في إعداد لقانون عمل جديد بيخص القطاع الخاص. طبعا الحادث الأليم، يعني دعني حضرتك أن أنا أعزي طبعا أسرة المتوفي رحمه الله، وطبعا احنا مش عارفين طبعا خلفيات الموضوع بالضبط لغاية دلوقتي، الموضوع في قيد التحقيق في النيابة، والحديث فيه طالما ما عندناش ادله. لا، احنا بنتكلم عن قضايا عامه. فطبعا هو يعني المفتاح، احنا بنعزي طبعا اسره المرحوم يعني، انما انا بتكلم بقى بشكل عام. احنا طبعا الحمد لله يمكن في البرلمان المصري اللي انا بتشرف بعضويته، حضرتك متابع التشريعات قد ايه اللي احنا بنعملها فيها حوافز لرجال الاعمال والاستثمار في مصر، واحنا طبعا يعني بقى عندنا نسبة القطاع الخاص بتزيد على 80% في مصر دلوقتي، يعني اغلب الاعمال في القطاع الخاص. نعم. مبقاش بقى في قطاع الاعمال العام او في الحكومة زي الاول، فبالتالي احنا بنشجع القطاع الخاص. انت على قد ما انت بتشجع القطاع الخاص عليك انك انت تضمن فيه حقوق العمال. صحيح. وهو ده اللي احنا يعني بصدد طبعا اعداده في قانون العمل. قانون ايه العمل؟ اغلب النقاط اللي انتم بتراعوها في المشروع القانوني الجديد اللي بتحمي حق العامل او الموظف في القطاع الخاص؟ شوف هقول لك على حاجه، احنا طبعا مش هنتكلم بقى على طبعا بقى في دوائر خاصه يعني خاصه بالقضايا العماليه في القانون الجديد، بقى في طبعا ضمانات بتحمي العامل بالنسبه للفصل التعسفي مش هيبقى موجود. يعني هتتلغي فكره ان انا اروح اشتغل وانا بوقع على العقد اكتب فيه، هيبقى فيه عقود الاستقالة. هيبقى فيه عقود طبعا، العقود دي هتبقى في عقود يعني عقد دائم، في عقد محدد المده، في القانون هذا الكلام، وطبعا بموافقه الطرفين اشياء منظمه. طبعا طبعا. وبعدين النهارده انت مش بتبص بس يعني زي ما بتبص لحمايه العمال، انت بتحمي ايضا صاحب العمل في القانون. صحيح. يعني الاثنين طبعا، احنا مش بنتكلم عن عدو، احنا بنتكلم عن مصدر دخل، جزء ترس مهم في الاستثمار. انما انا بس عايز اقول انك انت بتبدا مرحله جديده، مرحله
فيها قطاع خاص يعني الدولة نفسها بتدعمه. طيب وده المشروع اللي جاي واللي احنا لسه مستنيينه يطلع للنور. ان شاء الله هنتكلم على الوضع قريب. هنتكلم على الوضع الحالي وحتى ده كمان يكون مؤشر لينا زي ما انتوا عايزين. مادة شعبين. مادة نتكلم فيها مفيش مشكلة. عظيم جدا عظيم. طب استاذ شعبان على ارض الواقع بنقول ان في عندنا عمال وفي عندنا صاحب عمل. العلاقة المنظمة ما بين العمال وصاحب العمل هي حقوق واجبات زي أي علاقة في الدنيا. هل الموضوع ده واضح بالنسبة للعمال اللي موجودين في القطاع الخاص بالنسبة لتعاملاتهم اللي حضرتك بتشوفها وتسمعها؟ بداية في الحادثة اللي احنا افترضها بننعي المرحوم نور الدين عاشور زميل اللي في سن الظهور 42 سنة شاب طالع الدنيا لديه زوجة وأطفال ويعتبر هو الآن هو شهيد العوز شهيد القهر شهيد احنا لسه ما شفناش الطرف الثاني كمان ايا كان الورد ما فيش حد هيقدم على انه يظهر روحه الا لما يكون حاسس بقهر نفسي عشان واضحين وده انا قوس خطر بيدق بيقول لمصر هنا في مشكله احنا عندنا 3 مليون 738 منشاه في القطاع الخاص يستوعبوا من العمل حوالي من 25 مليون عامل بيشتغلوا في راس مال حوالي 4 تريليون جنيه إذا انت بتتكلم على 85% مهم جدا 85% ده دايما اللي بنوصي بيه اني ادي معركه بحق واطلب مراكب احسان هو جبت القانون نظم الكلام ده تمام القانون نظم في الماده 6 الدستور المصري الاول شرع في الماده 13 عدم فصل العمل التعسفي وجرم ده شرع علاقه العمل تكون متوازنه الماده 60 من قانون العمل شرعت ايه الجزاءات اللي يتعرض ليها العامل في 8 جزاءات اخرهم خالص فصل تعسفي بدايه من الانذار الخصم من العلاوه عدم الترقيه حاجات كتير جدا الشركات في القطاع الخاص للاسف بتسيب ده كله ده بعضها نعم. مش العامل في ناس كويسين محترمين ولنا امثله كبيره ورجال اعمال تشرف مصر ومحافظين على اعماله وعندها تعداد كبير من العماله اكيد بس احنا بنتكلم على القسم بتاع الازمات احنا بنتكلم دلوقتي في ازمات معينه احنا عاوزين علاقه عمل يبقى فيها عداله اجتماعيه لدينا طب المشكله ان العامل نفسه مش عارف بالقانون ده ولا عارف بحقوقه وواجباته وفق القانون فبالتالي الطرف الاخر يعني بيتخطى حدوده ولا المشكله فين يعني في التطبيق عندنا قوانين عندي مشكلتين عندي ثقافه للعامل وثقافه لصاحب العمل ثقافه العامل هي العوز وان انا محتاج مرتبي وان انا مش هقدر اتكلم عشان ما اتفصلش كلنا في القطاع الخاص لدينا اهالينا وزوينا وابنائنا واخواتنا كلهم في القطاع الخاص انما ثقافه صاحب العمل للاسف مش ان مش ده شريك في العمليه الانتاجيه مش هو ده اللي هيقف في مصنعك في عمال اتحرقوا داخل المصنع عشان بيطفوه عشان ده اكل عيش في عمال تعبوا انا النهارده لما هي يعني هذكر لكم مثال بسيط كده عامل توفى وهو راجع من مصنع قريب منه هنا تخيل بقى ان حضرتك لا فلوس جنازه ولا غيره وزوجته جابت اطفاله ووقفت قدام المصنع بتطلب من صاحب العمل اديني مرتب اللي ما قبضوش عشان اعيش بيه انا واولادي ولا لما يجي اخر الشهر تقبضي ما كانش دي ثقافتنا خالص طبعا خالص انا النهارده لما يبقى عندي هو في المقابل احنا عندنا حد زي المرحوم محمود العربي وعندنا محمد فريد خميس رحمه الله وعندنا محمد فريد خميس وعندنا محمد ابو العنين وعندنا اسماء كتير محترمه جدا بتجزل العطاء وبتراعي شركاء صحيح. النجاح صحيح. ولكن احنا بنتكلم دائما عن الذين يرتكبون اخطاء خلينا نسال الاستاذ مصطفى في الشق القانوني الشق القانوني انا عايز اشتغل ما مصدق بمضي على اي ورق ساعه التعيين على ان انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا دون ان اقرا حقوقي وواجباتي بعض اصحاب العمل بيغالوا جدا في استهلاك الموظف في ايام الاجازات بيشغلوهم من البيوت احيانا في ايام الاجازات وقت اطول من العمل البدلات دي لا تصرف في استنزاف كيف يمكن للمواطن ان يعرف حقوقه وازاي لو اتظلم ياخد حقه لان انا لما افكر ان انا لو هروح اشتكي صاحب العمل فهو هيوقفني وامشي بقى في اجراءات قانونيه اكون مت من الجوع او لو ما وقفنيش فانا هبقى مترصد لي يعني هيزهقني لحد ما استقيلا هو اولا في بدايه حديثي انا بشكر حضراتكم يعني على الفرصه الجميله دي مع الكوكبه الجميله في موضوع شائك موضوع كبير جدا ويخص شريحه كبيره قوي من المجتمع يعني زي ما قال سيادة النقيب كده وقال ان دي تخص 25 مليون عامل على الاقل
والمشكلة اللي حضرتك بتسأل فيها دي مشكلة موجودة في أرض الواقع. يعني العامل بمجرد ما يروح أي شركة النهاردة بيمضيه على استقالة مسبقة مع عقد العمل. ده يعني الدولة ما بيأمنش عليه ليه حقوق كتير جدا للأسف نتيجة انعدام الثقافة أو قلة الثقافة عند العامل. ما يعرفش حقوق، ما قراش قانون العمل اللي موجود وفيه يعني قانون العمل. قلة فرص العمل بتخليني أقبل بقية بيقبل بقية، لكن في الدولة نظمت وحطت تشريع موجود قانون رقم 12 القائم ولا اللي هيبقى معدل. لا السابق كمان في حقوق واضحة قوي. القانون رقم 12 سنة 2003 موجود فيه قوي كتير قوي حقوق عمال الناس كلها بتغفلها. يعني للأسف العامل بيعمل في شركة ما يعرفش ايه اللي ليه وايه اللي عليه. طب اقرأ النصوص القانون وانت تعرف ايه حقوقك، تقدر تثبت حقك ازاي وانت في شركة. يعني القانون ادالك الفرصة ان انت تقدر تثبت يا اما بعقد عمل موجود يا اما بشهادة الشهود. يعني حتى القانون في نص صريح وبيقول ان انت من حقك تثبت عملك في المكان ده، المرتب وكافة الطرق لاثبات يعني تقدر اقدر اجيب ناس لشغل معايا تقول ده انا مرتبي كذا وليا حوافز كذا وليا بونص كذا هي المشكله عندي. هيطبق القانون هي المشكله هنا ان في اطاله امد التقاضي. يعني القضيه اللي مطروح محكمه عماليه للاسف بتروح خبير وبتقعد فترة طويلة مثلا، لكن يعني تقعد على الأقل سنة اتنين تلاتة. يعني في قضايا أنا عندي شغالة بقالها 5 سنين قضايا عمالية منتظر تقرير الخبير القانون الجديد هيعمل كل الكلام ده. القانون الجديد هيبقى 60 يوم حد أقصى. القانون الجديد أنا قريته يعني عالج مسائل كتيرة جدا من ضمنها الاستقالة المسبقة. استمارة يعني 6 قال لا يعني ما لا تقبل الاستمارة 6 إلا بعد موافقة الجهة الإدارية التابعة لها اللي هي جهة العمل. فده قيد مهم جدا زي ما قال سيادة النائب كده، تعديلات تشريعية مهمة جدا احنا مستنيينه يطلع للنور بقى إن شاء الله يطلع للنور يعالج المسائل دي كلها لكن حقوق العامل عموما في القانون المشرع المصري ما سابهاش كده هباء. يعني نظم حق العامل. طب امتى يلجا لك في الوضع الحالي لحد اقرار خروج القانون للنور؟ يلجا يا فندم امتى؟ الجا انا كعامل في مؤسسه خاصه للمحامي اقول له انا عندي حق. الجا في حاله اهدار اي حاجه من حقوقه، يعني واحد اتمنع من دخول شركته. الجا في حاله ليه مستحقات. يعني انا شخصيا عندي موضوع مثلا شخص شغال بقاله أكتر من 20 سنة في مكان ما في شركة ما بدون ذكر أسماء، وهذه الشركة شركة كبيرة وكان راجل بياخد المفروض مرتبه مبلغ وقدره عشان يجبروه إن يستخدموا الاستقالة المسبقة، وهي كده يا إما نعمل لك قضايا اختلاس قضايا تلفيق قضايا للأسف الشديد. في الحالة دي أنا بيلجأ للمحامي، أنا أعرف أجيب له حقه إزاي، أعرف أثبت لأنه أدله أقل من ربع حقه، أقل من ربع مستحقاته. هو طبعا له مستحقات كتير، والمفروض العامل لما يفصل من عمله فصل تعسفي القانون نظم الحكاية دي في المادة 1 والمادة 122 وقال إن على الأقل 2 شهر من الأجر الشامل عن كل سنة هو اشتغلها. والناس للاسف ده كلام قانون وده اللي هيخلينا اروح لسياده النائب عبد الفتاح. سياده النائب، البعض وهو بيتفرج علينا هيقول قانون، ما احنا عندنا قوانين كتير جدا، مين قال ان القانون هيتطبق؟ وعلى ما ادخل في دهاليز القانون وشطاره المحامين، ودي شركات كبيره وعندها محامين وانا غلبان، فهروح ادور على مين يجيب لي حقي ويجيبه لي امتى اكون انا مت من الجوع. صحيح. كيف يمكن تفعيل القانون؟ طيب انا طبعا بشكرك خيري بيه، يعني الحقيقه يعني مع المستشار اتكلم في مسائل مهمه تخص قانون العمل والحمايه الخاصه بالعمال. نعم. اولا احنا عندنا يعني جهات رقابيه، مكاتب العمل موجوده في كل المحافظات، بيبقى في شكاوى بتقدم لهذه الجهات، مديرية القوى العاملة في أي محافظة منوط بيها التفتيش على هذه الشركات. ده توضيح لابد منه عشان زمايلنا العمال يبقوا فاهمين أي تعسف ضدهم يقدروا يوصلوا لمديرية القوى العاملة ويتعاملوا مع الشكوى بتاعتهم من خلال القوى العاملة. ده واحد. نمرة 2، في لجان نقابية في المصانع. النهاردة
احنا ما جينا نعمل قانون النقابات احنا كان في عركة عشان نصل الى 50 عامل يقدروا يشكلوا لجنتهم النقابية. ده دور النقابات الدفاع عن العمال ومصالحهم العامل داخل المؤسسات نفسها ولا طبعا يا فندم. ما انت عندك مشكله القطاع سلطه الخاص. راس المال وسلطه الاستمرار في الشغل في ظل العوز اللي احنا بنتكلم عليه. شوفي شوفي هقول لحضرتك حاجه، احنا ما بنعممش الاخطاء. على فكره يمكن احنا مثلا انا في اتحاد عمال اسكندريه بيبقى في عندي بعض الشكاوى الفرديه دي بتبحث وبتاخد فيها اجراءات بين يعني في تفاوض يعني بشكل ودي. ده مهم. شوفي اصل انت مش يعني مش هتعرضي العامل انه يتفصل ويتخرب بيته، انت لازم تتدخلي عشان توفقي بين الطرفين العامل وصاحب العمل. مجرد ما بيشتكي بيتحط تحت الميكروسكوب انك هتنفصل. انت النهارده بقى يعني التفاوض ده جزء في العمل النقابي على فكره، انما القانون يعني هو اللي هينظم التعامل ما بين العامل وما بين صاحب العمل في قانون العمل الجديد، لانه ده بيخص القطاع الخاص اللي هو بقى فيه الغالبية العظمى زي ما قال الزميل المحترم الغالبية العظمى من العمال. صحيح. 25 فوق ال 25 مليون عامل موجودين في القطاع الخاص. فالنهاردة انت بتتعاملي مع شركات محتاجة فيها انتاج، محتاجة فيها جودة استقرار، والعامل يبقى شريك وياخد للعامل حقه. العامل يبقى بياخد حقه. ده لسه احنا بنتكلم في الحد الأدنى للأجور يعني عشان خاطر برضو العمال يقدروا يوصلوا لحقوقهم. وانت عارفه ان في توجهات رئاسيه بتنفيذ وسرعه تنفيذ الحد الادنى للاجور في الشركات القطاع الخاص. احنا تابعناهم انتوا طبعا متابعين 2400. طبعا هو في جدول معمول للمساله دي، انما بكلم حضرتك ان النهارده الدوله المصريه اتغيرت. عمليه فرد الصدر دي من رجال الاعمال بعضهم يعني مش كلهم، ده مش هيبقى موجود لما يصدر القانون العمل الجديد، لان انت بتحد من النظام بقى اللي هو فيه تعسف ضد العامل. بتمنع وده اللي مطلوب. صحيح. ده وده اللي مطلوب علشان تكون العلاقه. انا يعني بيبقى عندي بعض المشاكل الفرديه، المشاكل الفرديه دي انا بقدر اعالجها كلجنه نقابيه. ما قدرتش في مكاتب القوى العامله او مديريات القوى العامله، بنوصل لوزير القوى العامله. وعلى فكره يعني وزارة القوى العاملة دلوقتي بتعمل بشكل جدي لمتابعة والتفتيش على كل الشركات. وأي شكوى بتيجي من أي عامل بتبحث. وده دور إحنا محتاجين. وكمان إحنا كلجنة قوى عاملة في البرلمان إحنا بنقدر يعني أي شكوى بتجينا على طول بتعمل بيها طلب أحاطة وبيحال من الجلسة العامة للجنة القوى العاملة، وبيبحث مشاكل الشركات والعمال، وبنحاول بقدر الإمكان نساعد، بنجيب صاحب العمل او بنجيب الحكومه، وبنقعد نتناقش لحين لغايه لما بنوصل. ده دور عظيم احنا محتاجينه دايما. طيب دور النقابات بقى، بس عايز اكد ما بقت يعني غير الاول، يعني ما بقتش زي زمان. صحيح. بقى عمليه هتبقى افضل وافضل مع خروج القانون. ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل ان شاء الله. طيب استاذ شعبان، انتوا كنقابه ايه صيغه الدعم اللي ممكن تقدموها للعمال اذا لجؤوا لكم؟ وايه هي الحاجات اللي ممكن تساعدوا فيها كموضوعات اذا حصل فيها ظلم او ازمات للعمال؟ تعال نتكلم بس في مدى قابلية صاحب العمل ان يتعامل النقابة جوه. للأسف الجمعية العمومية لمجموع عمال مصر لا تتعدى 2,237,000 من اجمالي قوة عمل مقاربة 30 مليون. يعني احنا ما كملناش 7%. عشان بس واضحين، القطاع الخاص صاحب العمل ممكن يقف قدام الوزارة ويقول اه هعمل لجنة نقابية، انما بعد يومين ثلاثة تلاقي كل من هو يسعى في انه يكون لجنة نقابية بره في الشارع او هيعملها بضغوط من النوب. انا شعبان يعني انا بس عشان بس الامور تبقى بيجي لنا شكاوى بخصوص هذا الامر. يا ريت تعودنا من حضرتك ان احنا نطرح بوضوح. ايوه طبعا، بس انا عايز شكاوى عشان نقدر نحلها. عند حضرتك شكوتين يعني، شكوى منهم في اسكندريه وشكوى في طيب هات لي فين في اسكندريه. طب خلينا قبل ما نشخصن نتعامل عند حضرتك. اديلهم 15 يوم بدون اسم الشركه. الشركه قعدتهم في البيت بورقه ملهاش توقيح حواليها لحضرتك ان لزياده الانتاج عندنا اقعدوا في البيت عشان يدوهم الاجر الاساسي. وعم زياده الانتاج يقفل المصنع
وده مخالف للقانون ومخالف للدستور. هل ده مصلحه صاحب العمل؟ ما انا بقول لحضرتك اهو يعني انا هديك لا ماشي. احنا مش الشركه دي، الشركه دي هتطلع فرع في اسيوط وفرع في منوف وشركه كبيره مش صغيره تمام. طيب انا هقول لك هو اقول لك ايه اللي بيتم جوه الشركه الثانيه بقى هنا على بعد خطوات من اكتوبر اتعملت اتفاقيه جمعيه ووقع عليها في مكتب الوزير وما التزمش بيها في الاخر النهارده راح بلغ في 13 عامل ان هم خربوا وكسروا بيحرضوا الانتاج وهو منع العربيات ومنع الاشاره يبقى موجودين عشان البصمه ومنع كل حاجه. طيب احنا بنناقش الاسباب سبب ده ايه علشان يحصل ده برضه ده حاجه مش فرديه يعني. مش حاجه فرديه مش عامه يعني. انا بتكلم في 3000 عامل ما تبقاش حاجه فرديه. لا انت بتقول 13 عامل. لا 13 عامل ما هم ده عشان هو وقف ده 9 مصانع مجموعه واحده. طيب استاذ شعبان انا مش هتكلم على الحاجات الفرديه انا بتكلم بشكل عام على احنا لا احنا بنجيب عينه واحده بس عشان نبقى على ارض الواقع. اولا عاوزين حاجتين اثنين انا عندي ثلاث مشاكل في كل القطاع الخاص اللي هي رقم واحد الفصل التعسفي اثنين الاجور ثلاثة ساعات العمل تمام عقود العمل اللي موجوده في قانون العمل الجديد عاوز افتح بيها حاضر وهتعلم ذلك حاضر تمام ال 3% اللي بيحاربوا عليها وان هم يقتطعوا ميزه اخذها العامل من سنه 2003 والقانون نص عليها والدستور نص عليها في الماده تمام صح تمام ما قطعتش انا بس ما قطعتش حاجه دي طب اتفضل قانون في المادة 3 نص عليها قانون في المادة 34 باب الأجور من صلاحيات المجلس القومي للأجور ان يوم البلس توازن 7% انما النهاردة يجبر ويتوقع ممثلين العمال في المجلس القومي للأجور على 3% وانتقاص مخالفة للدستور ويطلع قرار رقم 57 منتقص حق العامل من 7% ل 3% هو ان انا هتبطل الأسعار انزل الشارع واضبط الاسعار عشان العامل اللي بياخد جنيه يقدر يصرف انما وظيفه المجلس الاعلى للقابل للاجور ده موضوع وظيفته يعني دي الازمه الثانيه اللي كله اللي فصل التعسفي هو الاجور والثالث عدد ساعات العمل على ساعات العمل الزياده استاذ مصطفى بدون اضافه ما هي من وجهه نظرك افضل الاشياء المتوقعه والمنتظره من القانون الجديد المشروع عشان لا يرد على الكلام ده بعد اذنك يعني هي اصلها مش قضيتنا موضوع ساعات العمل ده مهم قوي ان انا ارد عليه في خندق واحد مصلحه العمال وحاضر وصديق واخ العمال وصاحب العمل مصلحه اقتصاد المصري ومصلحه البلد يا استاذ شعبان مصلحه اقتصاد البلد انا عايز اكد البلد خلي بالك اخد تاكيد حضرتك عشان اختم من الاستاذ طيب انا انت عارف انت بتعمل مع حد نقابي يعني وطول عمرنا بنناضل عشان العمال عدد ساعات العمل دي محددها القانون الجديد قانون العمل الجديد وايضا القانون حتى 12 سنه 2003 يعني 8 ساعات هو طبعا في ساعه اضافي كمان هم 7 ساعات وبيزيد الساعه زياده عشان تغيير الورديات العمل اكدت على اجمالي ساعات العمل للعامل 8 ساعات وان لا يزيد عن 48 ساعه اضافي بالاضافه الى الساعه اللي اتحرم منها اللي توفى الله يرحمه ان هو يخش الحمام علشان الجو ساقع وعنده سكر اذا ثبت ان هذا الكلام لسه ما ثبتش الكلام لسه حتى الان استاذ مصطفى قول اخير ماذا لديك من نقاط تتوقع وتتمنى ان تكون موجوده في مشروع القانون الموجود الان في البرلمان يساعد المستثمر وصاحب العمل على النجاح ويحفظ حقوق العاملين هو المشروع القانون الجديد اللي طالع طالما قريته على حد يعني. على حد ما انا قريته إذا طلع بالشكل ده هيعالج سلبيات كتيرة جدا في القانون رقم 12 سنة 2003 صحيح أهم السلبيات دي حتة الاستقالة المسبقة على نعم فجعل في جهة رقابية تراقب صاحب العمل هيتم الرجوع عليها يعني مش هيقبل أي استقالة إلا بعد موافقة الجهة الإدارية طيب. الحاجة التانية خلى أكبر صاحب العمل ان يبقى في آلية يحرر بها عقود عمل تضمن حقوق العامل في مواجهة صاحب العمل في ضمانات كتيرة موجودة يعني شايف ان القانون مشروع القانون الان هيحل المشاكل في كلها هي طبعا هو مشروع قانون رائع مع هيأثر امد التقاضي هيخلي آلية موجودة للعامل اذا اهدر حقه هيقدر يلجأ للجهة اللي في حماية قوية جدا اقوى من اللي في اي شيء ملزم لصاحب العمل انه يفضل يصرف الراتب لحين الفصل في اي قضية طبعا ولا يقعد طبعا واثر كمان مدى لا وبعدين في حاجه لا المدى الانتقاد انا عايز اقول حاجه يعني حتى في القانون 12 ل 2003
انت عارف ان حتى لو في تعثر في شركه متعثره يعني الدوله بممثله في وزاره القوى العامله بتصرف حتى 50% في صندوق الطوارئ. ماشي صندوق فلوس العمال واصحاب الاعمال. مين اللي بيعمل ده؟ مين يعني برضو في انا عارف ان ده لا يكفي المشروع ده هيظهر مشروع قانون انا عارف ده 50% عصب لا يكفي هو بس اللي بتقول ان العامل اذا تعرض الفصوى للمحكمه العمريه تصرف له بصفه مستعجله 12 شهر. طيب انا علشان الوقت خلص عصب بيهم مش ده موضوع مهم يا اخي احنا كده ما قلناش حاجه. لا ده احنا خدنا وقت زياده بس انا فاكر ان احنا هنتكلم في قانون ماده عشان عايز نقدر نطمن الناس. لم يكن الهدف هو مناقشه القانون. انا بستاذن حضرتك ان يكون معنا مشروع القانون موجود يا فندم موجود احنا حافظينه يعني نناقش فيها يبقى مناقشه مجتمعيه تمام نطلع الناس على في وعلى فكره ده مهم الحوار المجتمعي ده مهم طبعا عشان زي ما قال ودور دور النقابات يعني الحوار المجتمعي ده مهم للعمال. انا بتمنى كنت كده النقابات في المجلس النواب قبل فتره القانون. هذه ليست المره الاخيره ولكنها بدايه فقط. اردنا الاستفاده من ان هناك طلع من القطاع الخاص ومن العاملين فيه فحبينا نستثمرها أن نبدأ بطرح القضية لنستغل معالي النائب ونحضر مشروع القانون ونتناقش فيه بشكل أكبر. نشكركم جدا على حضوركم معنا النهاردة. خلصت حلقتنا النهاردة وإن شاء الله بكرة لينا لقاء تاني الساعة 9 مساء. ودائما دائما دائما مصر بخير طول ما أنتم بخير. تصبحوا على خير.